قد ايه خايفه عليك وقد ايه بحبك. انا سلامتك يا ممدوح. انت كتبت عليا. ما تظلمنيش يا ممدوح، انا ما كدبتش عليك لما قلت لك اني قضيت معاك اجمل ايام عمري كله. انا بقالي سنين مش ملك نفسي، صدقني. والدك؟ مش والدي، جوزك. اهلا يا حبيبتي. ايه الاخبار؟ طمنيني. كله تمام. اربع مكانات في المصنع شغالين والخمسه بيصلحوها، وكل الطلبات سلمناها في مواعيدها. طيب عادي، كنت خايف لا اسمي ينتهي في السوق. عيب يا بابا، ده انت وراك رجاله. الله ينعل الابو العيب. تعبتك معايا يا حبيبتي. ولا تعب ولا حاجه، بدليل ان النهارده رحت النادي وقعدت ساعه بحالها العب تنس. والله يا عيل فيتك راحه تلعبي لي تنس وانا قاعده في البيت عماله بذاك. عشان حضرتك عندك شهادة السنة دي. يعني حرام لما تفك عن قلبها شوية؟ دي بقالها سنة شايلة الهم. أنا بضحك معاها يا بابا. ربنا ما يحرمنيش منكم. ولا منك يا حبيبي يا بابا. في ناس بتسأل على حضرتك يا بيه. ما قالوش مين؟ بيقولوا من الحكومة. خليك أنت مرتاح يا بابا، أنا هشوف مين. أيوة يا فندم. أمال سيد بيه فين؟ أنا بنته، أي خدمة؟ كنا عاوزين نجرد الفيلا ومحتوياتها ونروح المصنع نعمل له معاينة ونجرده هو كمان. ليه؟ في أمر بوضع جميع ممتلكات سيد بيه تحت الحراسة. تحت الحراسة؟ ليه؟ أنا عملت إيه؟ أنا راجل طول عمري في حالي، ما حبتيش غير مصنع صغير فاتح بيه 50 بيت ل50 عامل، ولا عمري عندي فلوس في بنك ولا عمري عملت حاجة بطالة. في تعليمات من فوق يا سيد بيه. عند علاجنا. اجردوا البيت. يا حبيبي يا بابا. الحقيقة يا بنتي انتوا صعبانين عليا. بابا طول عمره راجل شريف وعصامي. فعلا يا بنتي، سيد بيه طول عمره راجل شريف وعصامي وفي حاله. طب ليه بيعملوا فينا كده؟ اسمعي، انا هسيبكم الليله تباتوا في الفيلا وهتحمل المسؤوليه على نفسي. تعالي لي بكره المكتب، يمكن ربنا يسهلها واقدر اساعدكم. ازاي صحة بابا النهارده؟ والله لسه تعبان، الصدمة كانت شديدة عليه. والله أنا مقدر. شوف يا بنتي، أنا بحثت بجذور الموضوع، لقيت إن الحل كله في إيد عزت بيه. عزت بيه؟ اللي كلمني في النادي؟ أيوه. يظهر إنك زعلتيه، مع إنه راجل طيب، كلمة توديه وكلمة تجيبه. ده أنا يا دوب قابلته مرة واحدة في النادي.
روحي يا بنت ترجيه، استسمحيه يمكن يلغي القرار. يلا اسمعي نصيحتي، انا قلبي عليك. بس والله يا فندم انا ما زعلته في حاجه. اصل هو راجل لعيب، لعيب قديم وخد على خاطره شويه. هو بيلعب تنس؟ لا، بيلعب كره قدم. شويت من الدرجه الاولى، عمري ما في شوطه خيبت منه ابدا. طيب اروح له. اهلا اهلا. انا جايه لسيادتك في موضوع حضرتك عارفه. انت رياضيه وعارفه ان الدنيا دي ماتش كوره، فيها المكسب وفيها الخساره. انا بقى الحكم اللي ماسك الصفاره، اللي يقول كده مكسب كده خساره. بس الحكم لازم يكون عادل. المصلحه القوميه فوق كل شيء. يا فندم احنا ما عملناش حاجه تستحق كل ده. ازاي بقى تهزقي الحكم وتكسري بخاطره وتقولي لي ما عملتش حاجه؟ دي جريمه لوحدها تستاهل الطرد من الملعب. علشان كده عايزين تطردونا من بيتنا وتاخدوا المصنع اللي عايشين منه؟ انا بنفذ قانون الملعب. كل اللي حصل ده من سلطاتي، او بمعنى ادق جزء بسيط قوي من سلطاتي. بس احب اقول لحضرتك اننا مش هنسكت وهنشتكي لاعلى ناس في البلد. الشكوى حق مكفول لكل مواطن، وانا احب نلعب سوا ونشوف مين فينا هيكسب. ولعلمك انا عندي قدره ما حصلتش في تسجيل اهدافي. حرام عليك تعمل فينا كده. ثم انا ما كنتش اعرف حضرتك اما كلمتني، وافتكرتك اي حد بيعكسني. فاديك عرفتي. كلميني كويس بقى، اديني ريح حلو. لا لا، في عرضك. انا ما استحملش ابدا ست تعيط قدامي، انا قلبي ضعيف، وخصوصا لما تبقى ست حلوه ورقيقه زي كده. انا بعتذر لحضرتك وارجوك تسامحني، اذا ما كانش عشان خاطري انا، عشان خاطر والدي المريض. مريض؟ بشرفي ما كنت اعرف. بقاله اكتر من سنه وهو راقد في البيت. لا سلامته، سلامته الف سلامه. انا مستعد اسفره الخارج وعالجه في اكبر مستشفيات في العالم على حساب الدوله. كتر خيرك. بس ارضي انت عني، وخصوصا انا قصدي شريف. مش فاهم. افهمك، اما راجل يلاقي ست حلوه كده وجميله ويبقى قصده شريف، يعني يبقى قصده ايه؟ قصدك تجوزني؟ تقريبا كده، بس في السر من غير زيطه وزمبليطه. يا راجل في مركزي لما يبقى جوز اتنين بالتالي يبقى شكلها وحش، مش كده؟ اللي بتقوله ده مستحيل، ده جريمه. يا ساتر، ما كنتش اعرف. على اذنك. لحظه من فضلك، ما تنسيش ان الكوره لسه معايا، والماتش اللي بيني وبينك قائم وهيفضل قائم ومش هينتهي لحد ما تيجي وتقولي لك ثلاث كلمات انا بحب اسمعهم قوي. انا تحت امرك. مع السلامه. مع السلامه يا حلوه. بابا ايه اللي حصل؟ رضونا يا بنتي. اسمحي. في ايه تاني؟ مفاتيح العربيه. دي عربيتي محطوطه في كشف الحراسه. مش ممكن اديكم مفاتيح العربيه. اديهم يا بنتي اللي هم عايزينه، العربيه مش هتكون اهم من اللي راح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا تحت أمرك.
بتاكليش ليه؟ الملح زياده شويه. محمود افندم يبقى راجع راضي الطباخ ده السجن وشوف لنا واحد غيره. حاضر. حبيبتي انا طالع مهمه سريه كده لمده اسبوع، ما نفسكيش في حاجه سريه كده اجيبها لك معايا؟ كتر خيرك. طيب ارجوكي تتفضلي وتتكرمي وتقبلي الهديه البسيطه دي. ايه ده؟ دي اشاره الصليب الاحمر، بقدم لك هدية مقابل مجهوداتك وإنسانيتك بالنسبة للمرضى والمصابين وترددك على المستشفيات. قصدك إيه؟ أنت عارفة قصدي كويس جدا. أنا كنت مضطرة أروح أزوره أولا عشان أطلب منه يبعد عنه، ثانيا لأن رجالتك هم اللي عملوا فيه كده. أنا كان قصدي أريحهم الدنيا وما تعبها. يا سلام على قلبك الطيب. الولد ده عاطفي بطبعه، تصوري بقى أنت مدى المعاناة والعذاب اللي هيعيشه لأنه مش قادر يوصلك ومش هيقدر. مش الراحة له أفضل؟ أرجوك مالكش دعوة بيه خالص، وأنا وعدك إنه لا هيشوفني ولا هشوفه. والله بالشكل ده تبقي خدمتي وخدمتي نفسك وريحتوني معاكم، لان انا الايام دي كده ما عنديش مزاج العب ماتشات حبي. لا في صحتك العقل كويس. ما احناش فاضيين ورانا شغل. مبروك يا خالد، خلاص ممدوح هيخف. هي دي يا زغلول اللي هو بيحبها؟ لا دي واحده شباب. هو انت يا زغلول ما تتكلمش جد ابدا؟ تعالي رايحه فين يا خالد؟ رايحه ترجعها وابوس ايديها واقول لها ما تبعدش عنه. يا ساتر، زي اختك تمام، زي بابا، فوله اتقسمت نصين. عمر الحب ما يكون عايز وصل، مفهوم ولا مش مفهوم يا خالد؟ تعالي يا حبيبتي اقعدي بس، اقعدي اهدي اهدي بس، اقعدي يا خالتي. اتنين بيحبوا بعض هنتجسس عليهم عيب. ايه اللي هناك ده؟ ايوه خد بالك من الحقنه دي بقى. ايوه دي واحده. استنى يا خالتي. استنى. انا وسهلا يا دكتور. انا وسهلا. ازاي تبص على المرضى بالشكل ده؟ لا اصل المريض اللي جوه ده بتاع. نعم. بتاع انا امه، انا اخ الاخ واخ وانت وانا وانت وهي انت بتلخمني ليه؟ الله تعالى انا جايب له الدواء. نورت بيتك يا ابني. بس مش كانوا سابوه كام يوم كمان في المستشفى عشان نطمئن عليه؟ انا كويس يا ماما. يا تصويت مرحبا، يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلي يا ست هانم اتفضلي، اهلا وسهلا. حنان ازيك؟ انا كويس. والدي اهلا وسهلا يا بنتي، اهلا وسهلا. البيت نور. كزوزه يا ام ممدوح. الكزوزه مش كفايه. طب شربات يا ام ممدوح. والشربات كمان مش كفايه.
طب كزوزه وشربات يا ام ممدوح. وحياه النبي، لو نعرف ان حضرتك جايه النهارده لكنا فرسنا الحاره كلها رمله. متشكرة قوي. يا اهلا وسهلا، عن اذنك. اتفضلي. عن اذنك يا بنتي. اتفضلي. اتفضلي. شفتي بيحبوك ازاي؟ انا كمان حبيتهم قوي. انما قولي يا استاذ، انت ازاي تهرب من المستشفى من غير ما تقولي؟ انا ما عرفتش، هم اللي طردوني. انت عرفتي تيجي هنا ازاي؟ خدت عنوانك من المستشفى. عارفه انا لو اعرف ان خطه العربيه هتجيبك هنا كنت كل يوم اتخبط بعربيه. لا لا لا، وعلى ايه؟ نتقابل من غير حوادث احسن. اتفضلي يا بنتي. لا معلش، استاذن انا بقى. ما بدري، اصل عندي كم مشوار بخصوص المصنع. ده احنا كان نفسنا تقعدي معانا النهارده تاكلي معانا لقمه. معلش الايام جايه كتير. طب ادي احنا فيها، ايه رايك تتغدي معانا بكره؟ بكره؟ مش عارفه. والنبي لو تجبري بخاطرنا وتوافقي. طب خلاص اتفقنا. متشكره يا بنتي، كتر الف خيرك. استاذن انا بقى. انا هوصلك. لا معلش مفيش داعي، كلها كام سلمه والعربيه تحت. عربيه ايه؟ ده عالم بابا تحت. على الله بس الاقي فرد كاوتش. مع السلامه يا بنتي، مع الف سلامه. شايف ابنك؟ عرف ينقب صحيح. طبعا واتفتك طالع لابوك. خالتي. اهلا يا زغلول. من غير اهلا، مش هي دي؟ اه هي. الله، هي كانت هنا؟ ايوه هتتغدى عندنا بكره. الله، يعني انا معزوم بكره؟ طبعا يا وش الخير. الله، استنى يا جوز خالتي، طمنا.